في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 488 عنصراً إجرامياً ومصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 296 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 92 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 973 قطعة سلاح ناري، أبرزها 131 بندقية و85 بندقية آلية و50 مسدساً و707 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة، إضافة ل 1532 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 487,558 حكماً قضائياً، من بينهم 1,847 حكم جناية و175,555 حكم حبس و241,825 حكم غرامة و68,331 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهماً قاموا بارتكاب 47 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 145 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1490 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 208.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 442.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 37.5 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 6.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 11 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 17,716 قرص مؤثر و 9,304 قرصة ترامادول مخدر و 1,100 قرص كيبتاجون.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 11 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان.